نشوة أعياد الميلاد منذ أيام، واحتفالات رأس السنة الميلادية الجارية لم تكتمل باستهدافات الاحتلال يوم أمس للجوامع والأطفال والنساء. إنها بلدة زرقان التي بدت تحتضر من جهة وتشمخ بصمودها من جهة أخرى. بين هذه وتلك محن جديدة تضاف لنفوس البلدة في الأيام الأخيرة من هذا العام، وكأن كل ما لاقوه من أحداث لم تكفيهم لتعلن أفواه أسلحة الاحتلال التركي ومدافعه لانتهاء العام بلوحة سوداء قيد عليها أسماء أبرياء ارتقوا شهداء وكان جرمهم الوحيد هو البقاء في منازلهم. البارح قبل صلاة أذان المغرب احنا كنا متواجدين بالجامع، والله ما حسينا ودري انه القصف بالجامع، وفي احد المصلين تصوب، والله ما خلوا لا دور عبادة ولا خلوا مساكن اهالي ولا شردوا الاطفال، والله الاطفال والنساء بل بالطرقات للساعة 12 بالليل ما خلوا علينا شيء والله العظيم، حتى الحيوانات انقتلت والله، حتى الاطفال والله بعيدين عن كل الدين، والله أن يضرب دور العبادة ما عنده دين أبدا، لا والله ولا أخلاق ولا أبدا، هالشي ما صار يا أخي، ما شفنا والله العظيم ما شفنا، شو ذنب هالأطفال وشو ذنب دور العبادة شو؟ والله هاي رسالة إنه عندنا الحمد لله قوة إيمان، يضربوا ويقصفوا والله ما حد متحرك لا من بيته ولا من دور العبادة ولا تاركين العبادة، مهما قصفوا، مطالبنا بدنا الأمان ما لهم عندنا شيء يا أخي هذول هالجماعة هذول. احنا الجاي قاتلنا من برات محافظتنا او من غير محافظات، احنا ما رحنا قاتلنا ولا جينا عليهم ولا رحنا شردناهم، تروحوا على الناس شردتهم وطردتهم بيوتهم واراضيهم، احنا ما لهم عندنا شيء يعني ولا عندهم شيء، احنا كلياتنا ابناء وطن يعني. طبعا ما يقارب 6 أشهر الأخيرة من عام 2021 أصبحنا نعاني من استهدافات متكررة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على القرى وعلى مدننا، وفي الأشهر الأخيرة وفي آخر شهر تكررت هجمات بشكل يومي تستهدف المدنيين والقرى المجاورة ناحية زرقان، أسدية، قطراوي، نفس مدينة زرقان، دادة عبدال، صفا، تل أمير، كسرة، القرى تتم استهدافها بشكل مباشر للمدنيين، فكانت حصيلة الشهداء المدنيين 7 شهداء وجرحى ما يقارب 16 جريح. طبعا نحن في الآونة الأخيرة لعام 2021 فكان الشعب يتأمل كأعياد رأس السنة الميلادية، فكانت هدية جيش احتلال تركي ومرتزقته بارتكاب المجازر واستقبال عام 2022 بالمجازر ضد المدنيين العزل واستهداف المدنيين وقراهم بشكل مباشر. طبعا الأهالي في خط الجبهة من بداية عام 2020 من بداية معارك رأس العين واحتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، تعتبر هذه القرى خط تماس مواجهة الاحتلال التركي، فكانت أيام الاستهدافات المكثفة يتجهون إلى القرى المجاورة الآمنة وفي يوم التالي يرجعون إلى بيوتهم لممارسة حياتهم الطبيعية. طبعا نحن كمجلس ناحية زرقان رسالتنا الأساسية توجد دولتين أساسيتين ضامنتين حسب اتفاقيات الموقعة بينها وبين الاحتلال التركي وهما روسيا وأمريكا، ولكن نرى الدوريات الروسية تذهب وتأتي من دوريات يعني بلا معنى، بعد الدوريات بنصف ساعة ربع ساعة تتم استهداف المدنيين بشكل مباشر. رسالتنا للمنظمات المدنية، الأمم المتحدة، مجلس أمن الدولي، التدخل لوقف هذه المجازر بحق المدنيين.